حب النفس وحب الذات مش أنانية، ده موضوع حلقة النهاردة. حاجات كتير بنعملها لنفسنا أو بننسى نعملها لنفسنا هي من موجبات سعادتنا وبتخلينا بعد فترة حاسين إنه إحنا بنضحي، والتضحية دي بتأثر الناس اللي قدامنا، لأنه بيحصل لنا بالتالي لو ما عملولناش اللي إحنا بنقدمه من غير طلب بيحصل خذلان. الخذلان من أوحش الشعور اللي ممكن الواحد يحس بيه، وفعلا بينزل طاقته كلها. تعالوا النهاردة نتكلم في الموضوع ده مع بعض، بس ندخل في الوصفة. هي وصفة سريعة وسهلة وشهية. دايما بتكلم إنه السي فود من الحاجات اللي إحنا بنعملها دايما بطريقة تقليدية. النهاردة هعمل لكم، عندي هنا سمك، قلت لكم أنا كنت عاملة الوصفة دي قبل كده بالسمك، بس ده قشر بياض فيليه، والولاد بتحب السمك الفيليه أكتر حاجة، يعني بيحبوش السمك اللي بالكامل. وكان عندي من حلقة البايية، هتلاقوها على اليوتيوب على صفحة القاهرة والناس، شوية بلح بحر وشوية جمبري، فقلت تعالوا نعملها سي فود بالكريمة. هنستخدم إيه؟ هنبتدي في طاسة على النار نحط زيت زيتون، وممكن تحطوا معاه لو حبيتوا قطعة زبدة بتدي له طعم حلو مع السي فود. أنا هنا قاعدة باكل كوكيز قبل الهواء على طول اللي هنحضرها في الحلقة مع بعض. هنحط قطعة زبدة صغيرة، ودايما بقول لكم الزبدة مع الزيت هي خلطة بتقلل حرق الزبدة. هنحط إيه معاهم؟ السمك طبعا يعشق الثوم والبصل. هنحط، خلوني أشيل دي على جنب، هنحط بصل، خلوها مفرومة ناعمة علشان تدوب. حط البصل. كل المقادير دايما بقول لكم بتنزل على اليوتيوب على صفحة القاهرة والناس، دايما بتنزل الحلقة كاملة، دي ما بيبقاش في مكتوب فيها المقادير، تحت اليوتيوب بالوصفة بتاعة السي فود بالكريمة على اليمين في سهم صغير كده، دوسوا عليه هتنزل كل المقادير لما تنزل على اليوتيوب. هنضيف ايه؟ هنضيف ثوم. انا مقطعة الثوم هنا زي ما انتم شايفين شرايح، مش عايزه الثوم يبقى طعمه ظاهر بزياده. لما بنهرس الثوم، الثوم بيتحمر بسرعه وطعمه بيبقى ظاهر. جربوا كده تقطعوه شرايح صغيره. دول تقريبا 3 فصوص ثوم. ثوم والسمك من الخلطات الشهيه. خلونا نجيب، اين الملعقه، ونعلي الحراره شويه. هنقلب الخليط ده. الله، الزبده وزيت الزيتون، ثوم وبصل، بيس اساس لوصفات كتيرة. هنحط ايه؟ هنحط، نبتدي بترتيب. لما يكون عندنا خليط من السي فود دايما نبتدي الحاجات اللي بتاخد سوى اطول في الاول، يعني مش هنحط بلح البحر. قلت لكم بلح البحر بيبقى عادة بنشتري فروزن مجمد، والتجميد يعني الحتة اللي جوه دي تبقى تقريبا مستوية، يدوبك تاخد الصوص كده غلوة مع الصوص. هبتدي بالجمبري، بياخد وقت اكتر من السمك، وده جمبري متنظف تماما ومتقشر، وزي ما قلت لكم ممكن جدا تعملوها من غير جمبري او بالجمبري، بس خدوا الفكره. ممكن بالصبيط، ممكن باي سي فود انتوا بتحبوه، بس نراعي دايما ترتيب مين اللي بيبقى سواه اطول يتحط هو الاول. بالنسبه لموضوع النهارده، خليني اقول لكم انا حاجه السنه اللي فاتت عملتها لما كنا بنقدر نسافر. يعني انا كنت بسافر كتير قبل ما اتجوز طبعا، كنت بدرس بره الى اخره، وبالنسبه لي السفر متعه، كل واحد متعته بتبقى في حاجات مختلفه. ف بفتره من الفترات كده طبعا كلنا انا وجوزي والولاد بنسافر دايما مع بعض، دايما مع بعض، والام لما بتسافر مع الولاد هي متعه طبعا، بس فيها مسؤوليات رهيبه، يعني اكل الولاد بالذات، انا ابني كمان عنده حساسيه، فترتيب الاكل وترتيب اللبس وترتيب كل حاجه. ما كنتش احس بعد السفر اني خدت كفايتي من الراحة. حسيت اني بعد ما ارجع، ويمكن ناس كتير بيتفرجوا علينا يقولك بعد المصيف انا محتاجة اجازة من السفرية. فبقى عندي لما نقول سفر ارتبط عندي بالتعب، سفر مع العيلة. فجوزي جه كده في مرة قال لي طب ايه رأيك تجربي طبعا نسافر مع البيت والولاد كلنا مع بعض، وانه ندي لنفسنا مساحة، انت تسافري مرة وانا اخد بالي من الولاد، وانا اسافر مرة وانت تاخدي بالك من البيت والولاد. حضيف السمك واحنا بنتكلم، واعتقد محتاجين نقطة زيت تانية. فقعدت أقول لأ، وإزاي، وهسيب الولاد لمين والاهتمام؟ قال لي جربي، جربي سفري وشوفي السعادة، وافصلي تماما، مجرد كام يوم، وافصلي تماما عن مسؤوليات البيت والولاد. سافرت مع صحباتي، أنا بحب إيه؟ بحب الطبخ، خدت كورس طبخ في إيطاليا وحضرت له، وفعلا فعلا فعلا رجعت بطاقة مختلفة
رجعت عايزه اخرج الولاد وافسحهم وابسطهم، ورجع عندي شعور بالسعاده حققته يمكن زمان انا شخصيا كنت اعتبر انه ايه ده، يعني انا عشان اقول لكم الحق انه احنا ساعات كتير نبقى جادجمنتال، يعني بنحكم على الناس ازاي بتسافر وبتسيب بيتها واولادها. لما جربت، بس طبعا في ترتيبات كتير، الام لما تسافر وتسيب بيتها واولادها لازم تحضر حاجات كتير وتتاكد، كلنا الفطره عندنا لازم اتاكد ان هم كل اكلهم يعني واخده بالي منه، كل الحاجات اللي ممكن يحتاجوها بغيابي مين هياخد باله منهم. استمتعت بطريقه ورجعت مشحونه شحنه ايجابيه حقيقي. يعني احنا ساعات كتير بقول لما يجوا نغير بطاريات المايك اللي انا لابسه، بقول لهم مفيش بطاريات شخصيه، بطاريه تشحننا احنا، واعتقد هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. لازم نشحن نفسنا بحاجات بتسعدنا علشان نكون قادرين نسعد اللي حوالينا. خلوني اضيف، اعتقد هنا محتاجين قطعه سمك صغيره، ونرد على سلمى. هاي سلمى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا سلمى ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازي حضرتك؟ انا تمام يا روح. انا بحب حضرتك جدا. حبيبتي يا سلمى، تسلمي لي. قولي لي يا سلمى، ايه رايك موضوع النهارده؟ هو موضوع الحلقه مشوق جدا، يعني بصراحه يعني حب الذات المفروض يكون صحي، لو مثلا ما فيهوش نسبه انانيه، يعني الانانيه دي بتبقى وحشه في كل حاجه. يعني ما هو في شعره يمكن ما بين الانانيه وحب الذات يا سلمى، شعره صغيره تفتكري هي صغيرة ايه؟ صغيره بس لو وصلت، يعني حب الذات يعني يبقى في مشاركه ما بين الاثنين، يعني يبقى مثلا ان انا احقق السعاده ما بيني وما بين اللي حواليا، يعني لازم اللي حواليا يكون مبسوطين من اللي بعمله. مثلا ممكن احقق حب الذات في شغلي، يكون اللي حواليا مبسوطين مني كده. يعني اعتقد يا سلمى ممكن نقول اني مش على حساب سعادتهم، يعني مش عشان أيوة اسعد نفسي اقصر معاهم، صح؟ بالظبط، لازم يكون في مشاركه ما بين الاثنين، يعني مثلا انا ابقى مبسوطه وفي نفس الوقت احقق اللي انا عايزاه، وهم كمان يبقوا مبسوطين من اللي انا بعمله وما بجيش على حسابهم. بالظبط، التوازن. ما احنا لسه بنقول انه انا عشان مثلا اسافر سفريه، انا ببقى مثلا والله قبل ما اعمل حاجه لنفسي بحرص اني اشبعهم من الحاجات اللي بحبوها قبلها، وابقى عارفه وبقول على فكره لبنتي، انا بس رشيت رشه ملح وفلفل وبرش رشه ثوم بودره، بقول لبنتي لما اولادنا يكبروا بيفهموا، مامي انا هاخد اجازه، عايزاكم الاسبوع ده بلاش خروج كتير، هي اسبوع واحد، ببقى قلقانه وانا مسافره لما تخرجوا، ولما ارجع اوعدكم هعمل لكم واحد اثنين ثلاثه، بعوضهم. لانه هي فعلا لو عملنا كل حاجه لنفسنا واهملناهم، بعد فتره هتتحول لانانيه، صح؟ ايوه طبعا، اكيد طبعا. يا سلمى انت بتعملي ايه بقى ممكن من الحاجات اللي بتعمليها بتحسيها انها بتسعدك ولنفسك؟ يعني ان انا احقق الذات بالنسبه لي، ان انا مثلا ببقى حابه نفسي ان انا اشتغل اكتر، ان انا مثلا اشوف نفسي في مكانه كويسه، في مهنتك؟ في مهنتي طبعا. بس دي احلام كبيره، قصدي في الحاجات البسيطه اليوميه اللي بننسى نفسنا بيها، بتعملي ايه لنفسك؟ بالتفاصيل البسيطه، تقري كتاب؟ يعني مثلا بقرا كتب، اقرا روايات، مثلا يعني اعمل اي حاجه انا بحبها، هوايه ان انا بحبها، وفي نفس الوقت مثلا ما جيش على حساب غيري يعني. اوكي طيب، معاكي حق يا سلمى، الواحد لما يعمل حاجه لنفسه علشان سلامه النفسي هو، لانه احنا يعني خليني اتكلم شويه كامهات، العطاء ده شيء اساسي عندنا، ما نحسش بالتقصير، نحس بالتوازن. لما ندي حاجه لنفسنا صدقيني من غير حتى ما نحسبها واحد اثنين ثلاثه، والله من غير حسبان، اول ما تلاقي نفسك مبسوطه هتلاقي نفسك عندك الرغبه في العطاء، صح؟ ايوه طبعا اكيد. حبيبتي يا سلمى شكرا على مكالمتك، احنا قربنا نطلع فاصل، فانا عايزه اوريكم بس انه شايفين الجمبري ابتدى يتحمر، احنا مش عايزين نحمرهم، احنا لسه هيكملوا سوا جوه الكريمه والصوص اللي هنعمله بالليمون. دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد، اين الليمون؟ الليمون اهو، وهاخد قبل ما اخد الميه عندنا هنحط زي ما عملنا بالفاييه، هنضيف مكعب او اتنين، انا هنا رشيت رشه ملح، هضيف مكعب واحد من مرقه خضار ماجي، هيبقى طعمها يجنن مع الخلطه دي، هي فيها البصل والجزر والنكهات دي بتمشي جدا مع السي فود وملحها متوازن، فحاجي هنا كل النكهات اللي هنا، الثوم والبصل اللي شويه منها اتحمر، والجليزنج اللي عملناه للسمك والجمبري، هنحط شويه ميه كده لانه لسه هنضيف الكريمه، وهناخد مكعب المرقه ونفرفته معاها
دلوقتي اللي بيحصل انه الميه دي مع مكعب المرقه هتدي نكهه مع البصل والثوم والسمك التحميره البسيطه. بصوا لونها اصلا حلو ازاي اوريدي. ما تقلبوش السمك كتير، السمك الفيليه بالذات بيفرفت. فهعمل ايه دلوقتي؟ هضيف الليمون، ده تقريبا 3 معالق عصير ليمون. اتحكموا انتوا في قد ايه، في ناس ما بتحبش المزز قوي بس السمك يحب ايه؟ يحب الليمون. هنطلع فاصل ونرجع نضيف الكريمه ونضيف مكون يعتبر جديد على ناس كتير، متوفر جدا وبيليق قوي مع السمك. استنونا بعد الفاصل هنكملها ونعمل الرز بالشبت. صوص رهيب للي ما بيحبوش الكريمه، ده كفايه خطير. ثوم، بصل، الليمون والزبده على فكره مع زيت الزيتون مش اي خلطه هتعجبكم. هضيف ايه؟ هضيف ده طلبته كده بين الفقرتين، شويه تشيلي فليكس اللي هو الفلفل الاحمر المجفف، بس بيتفرك في الايد كده بتدي شويه نكهه. ده لو اللي بيحب الاكل حراق بالذات السي فود يليق معاه جدا هتعجبه. دي نزلت هنا نشيلها. طيب ايه المكون اللي قلت لكم هضيفه؟ ده اسمه كيبرز، ده اسمه كيبرز، شايفين بالعربي بيكتبوا عليه كابري، نوع من انواع المخللات بتطلع على فكره على ثمره كده، اعملوا بحث على الانترنت. طعمه رهيب مخلل، هنضيفه هنا وده اختياري انا، بس بحب اعرفكم على خلطات جديده ومنتجات موجوده في السوبر ماركت. المره الجايه لما تروح السوبر ماركت اتحداكم هتشوفوا الكيبرز عند الزيتون المخلل وكل المخللات تبقى بأزايز. هنضيف ايه دلوقتي؟ هنضيف الكريمه علشان نضيف بلح البحر بالاخر. هنضيف الكريمه زي ما قلت لكم، ممكن تخلوها من غير كريمه بس هي خطيره بالكريمه. دول تقريبا 2.5 كوباية كريمه طهي. انا ما ضفتش غير رشه ملح بسيطه ورشه فلفل والتشيلي فليكس. كل اللي هنعمله دلوقتي بصوا اللون اوريدي على طول الكريمه خدت من نكهه المرقه اللي حطيناها. هو كل حاجه تقريبا هنا مستويه، محتاجين يغلوا غلوه فهعلي النار. وارشح دايما تطبخوا الاكله دي على طول قبل ما تاكلوها لانه السي فود بيتهري بسرعه. هضيف دلوقتي بلح البحر زي ما ضفناه بالبايه كده، بس طبق حلو جدا للعزومات يا جماعه. اعلي بس الحراره، حط بلح البحر، ممكن تحطوا الجندوفلي، تحطوا سبيت، بس السبيت هنحمره برده في الاول مع الجمبري. خلونا نضيف دول، دي اخر واحده وفي واحده هنا نزلت من القشره. واحنا بنرد على تقوى. هاي تقوى. هاي ماي، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه رايك بالكريمي سي فود الخطيره دي؟ خطيره والله. هتجربيها؟ لا هو انا عامه ما بحبش المأكولات البحريه اصلا. ليه يا تقوى؟ دي من احلى واسهل الوصفات، بتستوي بسرعه، لازم تجربيها. جربي وصفتي كده وقولي لي، صدقيني هتحبيها ان شاء الله. طيب قولي لي، حب الذات هو شكل من اشكال الانانيه ولا هو شيء اساسي علشان نعرف نحب غيرنا؟ هو اكيد يعني حاجه اساسيه، بس لما تكون متوازنه، اللي هو انا احب نفسي واسعد نفسي بس ما يكونش على حساب اللي حواليا. ايوه، فما اهملش اللي حواليا وفي نفس الوقت اسعد نفسي وارجع لهم بطاقه ايجابيه واسعدهم برضه. ايه اللي بيسعدك انت يا تقوى؟ يعني شكل من اشكال حبك لذاتك زي ايه؟ انا بحط بقدونس بس وانت بتكلمي. ايوه انا والله في ثالثه ثانوي، فيعني بحاول اخرج من المود حتى لو ساعه في اليوم، اقرا كتاب، اقرا روايه، فكده. عندكم مذاكره كتير انتوا؟ والله. ربنا يوفقكم يا رب كلكم. لما ارجع بقى للمذاكره تاني بعد قراءه الروايه او كده، فبرجع لها بطاقه بقى ايجابيه وكده، اللي انا اول مره اذاكر بقى وابدا يومي من جديد بقى. برافو عليك ان الواحد يفصل عن الحاجه اللي هي واجب عليه، اللي بعد فتره اي حاجه بنعملها سواء يعني كواجبات حوالينا بتبقى زي الهم تقيله على القلب. اعتقد لما بتفصلي كده وبتعملي حاجه لنفسك وهي ممكن تبقى نص ساعه صح، وترجعي تذاكري بكل طاقه. معاكي حق. صح.
طيب تقوى متفقة معانا، بشكرها انه الحب النفس بيخلي بيجدد الطاقة وبيخلينا عم نعمل الحاجات اللي هي عادة بتبقى واجب وهم نعملها بحب ونرجع فريش. تعالوا ندوق بس الكريمة، شكلها خطيرة، مظبوطة جدا. بس عارفين هزود ايه؟ محتاجة ليمون، لانه لما ضفنا الليمون زي ما قلت لكم الليمون تو تيست، لما ضفناه في الاول كانت كمية السوائل اقل. كده ليمون مع نكهة الكيبرز مخلل كده بتطلع لنا في اللقمة، شوية ثوم، بصل، البقدونس. البقدونس هنا مش جارنش، بقدونس يعني رائع للطعم. فريشنس الوصفة دي فيها كل حاجة، محتاجة حاجة فريش. تعالوا أقول لكم هنقدمها مع إيه. خلوني أحط البقدونس ده هنا في طبق جنبنا علشان نعمل رز بالشبت بسرعة جدا. رز بسمتي إحنا فلفلناه قبل كده مع بعض، وكنت من يومين قاعده كده في قاعده وقعدوا يقولوا لي ده اصعب حاجه الرز البسمتي ان نفلفله. الرز البسمتي سوبر سهل، وانا هنا مستخدماه عاملاه بحله الرز، وبرشح لناس كتير انه يشتروها لانه الرز طلع من اصعب الحاجات. اكتشفت انه الناس مش عارفه تظبط الرز. عندي ايه هنا؟ عايزه اخلط الرز مع الشبت، عندي زبده وشبت اوكي، وعندي الرز البسمتي. الرز البسمتي ما بعملوش بمقدار، في حلة الرز مية قد صباعي الصغير فوق الرز، مش بمقدار، يعني بقلب الرز شوية بشوية زيت، بزود مية فوقه قد صباعي الصغير، يغلي غلوة بوطي النار خالص وبيتفلفل. هنحط هنا الرز ونحط هنا مكعب زبدة يسيح، نحط الرز البسمتي اهو، كفاية الكمية دي، وده الطبق اللي هنغرف فيه، خليه ورانا جاهز. هاتوا منسيح الزبده. انا عندي هنا الشبت مقطعاه، ما بحبش اسوي الرز اقلب الشبت الاول مع بصل وثوم، بيدبل، بيروح منه لما بيتطبخ طعمه بيبقى مختلف عن الفريشنس اللي فيه واحنا مقطعينه كده طازه. فاحنا بس مجرد انه منسيح الزبده علشان نحطها على الرز، ولو كان الرز لسه بالحله وفي مكان تقلبه في الحله كويس سيحوا الزبده او حطوا الزبده هتسيح على طول، نحط الشبت ونغرفه. احنا الطبق كده بقى عندنا كل حاجه جاهزه للغرف. هنقدم السي فود الشهي ده، بصوا شكله حلو ازاي، ممكن ياخد رشه فلفل اسود كده على الوش خفيفه اهو. بحب اطحن الفلفل الاسود طازه على قد الكميه اللي انا بستخدمها، او ممكن تجيبوا مطحنه، نشوف دي فلفل، لا دي ملح وده الفلفل. مطحنه دي من ادوات المطبخ اللي انا بحبها، بتحطوا الفلفل صحيح وبتطحنوه طازه، ريحته وطعمه لما بيتطحن طازه مختلفة صدقوني، والقرشة الصغيرة لما بقاش بودرة أحلى. طيب الزبدة أهي ساحت، معانا وقت قد إيه؟ 3 دقايق لسه هسألكم. تمام، هناخد الزبدة، خلوني هنا أوسع الحرارة وعليها، نجيب حاجة نحط الطبق عليها لأنه إحنا كده خلصنا. فنجيب الطبق السيفود نحطه هنا، استوى أهو، ترارارا. بصوا قد ايه سهل وبسيط، وقدمناه بنفس الطاسه، نطفي النار هنا خالص. هنا الزبده ساحت، الزبده على الرز. انا اول مره اكل رز بالزبده كده، طعم الزبده عليه خطير. بالمطبخ الالماني ما بنعرفش وصفات كتير من المطبخ الالماني، كانوا عاملين لنا ابن عمتي متجوز المانيه فعاملين لنا فيش فينجرز جنبه رز كده بالزبده وعليه الشبت ده، استغربوا انه بيستخدموا، بصوا كميه شبت كبيره. هنقلبهم، الله على الريحه. وبصوا شكل الرز اصلا كده فريش ومختلف. ساعات كتير في وصفات بتبقى فيها خطوه سهله بتجدد لنا كده في مطابخنا، دايما بنعمل الرز اللي هو بالبصل البني جنب السمك، جربوا ده خفيف ولذيذ. طبعا هو متسوي بملح مع الميه فمش هضيف اي ملح. تعالوا نغرفه بسرعه، هاتوا طبق، الله شكله يجنن. وبيبقى الرز البسمتي شويه اخف من الرز التقليدي اللي بنعمله مع السمك. تعالوا حالا نمسك كده، هنزوق بايه؟ طبعا لازم، هو مش بس جارنش، الليمون. يا ريت اقدر اوصل لكم قد ايه حلوه ريحه السي فود وريحه الشبت مع الرز. هاخد شويه ليمون ويدجز كده، شرايح ليمون اهي هنا مع السمك، وممكن نحط عليه
بقدونس، وهنا ممكن ناخد شوية شبت طازة اهو نحطها فوق الرز، شكلها يبقى حلو. نروق الطبق كده ونحط برضو هنا شوية قطع ليمون and voila. عملنا ايه؟ عملنا بالظبط بأقل من نص ساعة سي فود كريمي بالليمون والرز بالشبت. هنطلع فاصل وانا بعمل الكوكيز السوبر سهلة، هعمل لكم فقرة التعذيب في الطبق ده لانها سهلة جدا جدا. يلا